بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا لكم أعزائنا من فترة يسألونك عن الإنسان والحياة التي تأتيكم على الهواء مباشرة، والتي يمكن التواصل معها على أرقام الهاتف 01-853-804-853-805-853-806، وأيضا على رقم الواتساب 76-64-94-19 الذي يمكنكم أن ترسلوا فقط أسئلتكم عليه نصية أو خطية، ولا يمكن الاتصال عليه. يجيب على أسئلتكم اليوم سماحة الشيخ محسن عطوي. أهلا بكم مولانا، كل التحايا. الله يديمك، الله يحفظكم إن شاء الله حبيبنا. مولانا، تقول أختنا، يعني لو سمحتم أن تبينوا إشكالية موضوع يعني انتشار الإسلام بحد السيف، والتعارض الصريح مع الآية الكريمة لا إكراه في الدين. حياكم الله. حياكم مولانا، وحيا أختنا السائلة، وحيا إخواني وأخواتي جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. نعم، يعني هذا الموضوع فعلا هو من الموضوعات التي ينبغي استجلاء الأمر فيها بأعلى ما يكون من الوضوح. نعم. ذلكم يعني أن الدين حين يقال يعني أو يطلق أو تقال هذه الكلمة له معنيان، أو له مستويان، أو له مجالان. خلينا نقول الدين الاعتقاد والعقيدة وما له علاقة بالإيمان بأركان الإيمان، والدين الشريعة الذي لا إكراه عليه أو فيه أو به، ما شئت يمكنك أن تعبر، هو الدين الاعتقاد وأركان الدين. يعني ما بتقدر تجي لواحد تقوله قول الله واحد وتجبره على أن يقول أن الله واحد، لن يكون مؤمنا بأن الله واحد. هو رح يقول ظاهر الأمر رح يقول شايك، لأنه أولئك الذين يعني المشركون الذين لم يقبل منهم إلا الشهادتين أو القتل. نعم. قد قال كثير منهم الشهادتين هربا من القتل ولم يكن معتقدا بأن الله واحد، وظل على شركه في قلبه وفي عقيدته. هاي ملابسة معينة يمكن نحكي عنها، ما بعرف هلأ كيف راح يكون مجرى الأمور. الاعتقاد لا يمكن أن يكره عليه الإنسان، يعني إذا قال الإنسان أن الله واحد وهو ليس مقتنعا بقلبه وعقله بوحدانية الله، لا يكون متدينا بدين التوحيد ولا يكون موحدا، وإنما قالها بلسانه ظاهرا لسبب من الأسباب. والقول باللسان ليس هو الإيمان، الإيمان هو ما رسخ في القلب وما اعتقده الإنسان بفكره وما كان واضحا عنده بالدليل والبرهان أنه صحيح وأنه حق. طيب، خلينا نفصل إذن موضوع الفتوحات عن قوله تعالى لا إكراه في الدين، لأنه هذا القول
ما عم يحكي عن شيء إجرائي، ما عم يحكي عن شيء ميداني، ما عم يحكي عن حركة الدعوة الإسلامية، عم يحكي عن واقع الإيمان. واقع الإيمان إن كان بالعقائد الإسلامية أو بأي عقيدة أخرى لا ينسجم ولا يتوافق ولا يقبل أن يكون بالإكراه. نعم. طيب، الفتوحات التي حدثت أساسا واجه الإسلام تحدي، شأنه شأن كل دعوة جديدة ترفع لواء وأفكار وتدعو إلى سلوك وإلى نظام مختلف عن الواقع الذي عليه المجتمع، ستتم مواجهة هذه العقيدة وستتم مواجهة هذا الدين، وسيكون هذا الدين الجديد وهذه الدعوة الجديدة شئنا أم أبينا في موقع الدفاع عن النفس. وإلا لو أن المجتمع كان على درجة عالية من حرية الرأي، يعني المجتمع الجاهلي أو أي مجتمع آخر، ما كانت تحتاج كثير من دعوات الأنبياء إلى أن تخوض حالة الجهاد وحالة الكفاح وحالة الدفاع وتقدم الشهداء وتعاني من قيامها بواجب الدعوة إلى أفكارها. ومعلوم أن الإسلام يعني واجه أعداء شرسين منذ أول يوم، جهر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة، بدأت السهام تتوجه إلى المؤمنين إلى النبي نفسه، فكان أن أوذي في جسده وأوذي في معنوياته، اتهم بالسحر واتهم بالكذب واتهم بالجنون، وأيضا كانت توضع العراقيل في طريقه وكانت تلقى عليه القاذورات وكان يواجه بالتسفيه والسب، وأيضا الذين آمنوا به لم يكونوا بمنأى عن تلك يعني تلك السهام، وسقط شهداء. يعني في بداية الدعوة ارتقى شهداء السيدة سمية أم عمار وياسر والد الصحابي الجليل عمار، كانوا من أوائل الشهداء الذين ارتقوا في طريق الدعوة الإسلام، وكان أن اشتد عليهم الأمر حتى حوصروا في الشعب وكادوا أن يهلكوا جوعا لولا جهود أبي طالب الخفية والعلنية، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخيرا أجرى معجزة على اللوحة أو ورقة المقاطعة التي علقت بالكعبة، وكان أن يعني أوعز إلى بعض أركان قريش أن ينظروا فيها، وإذا حشرة الأرض قد أكلت معظمها إلا اسم الله سبحانه وتعالى، وكان يعني ترافق ذلك مع جهود أبي طالب رضوان الله عليه، وكان أن أيضا تجاوز المؤمنون هذه المحنة جزئيا وظل الضغط شديدا عليهم إلى أن هاجروا إلى مكة إلى المدينة، وحتى بعد هجرتهم إلى المدينة لم يتركوا، فإن المشركين ظلوا يتآمرون معهم يتآمرون عليهم مع اليهود ومع غيرهم ممن من المنافقين. وأخيرا يعني منذ أول يوم باختصار واجهت الدعوة الإسلامية خصوم وأعداء،
وكان كل جهد عنفي صغير أم كبير وصل إلى حد إشهار السيف أو إلى ما دون ذلك، كما حدث في بعض الحالات أن المسلمين صادروا لقريش قوافل تجارتهم مثلا في محاولة للضغط الاقتصادي عليهم، فكانوا في حالة الدفاع عن النفس. نعم. وهكذا هناك رأي يعتد به أن الإسلام إنما لم يقبل من المشركين إلا الإيمان أو السيف، لأنه لا يوجد قاسم مشترك ما بين الشرك وما بين الإسلام لتقوم معاهدة سلام كما قام بين أهل الكتاب وبين الإسلام. ما في أرضية مشتركة. نعم. يعني والمشركون هم الذين بدأوا العداوة، وأنت حينما تريد أن لا يكون بينك وبينهم حرب وتريد أن تقيم مجتمع مشترك، ينبغي أن يكون هناك قواسم مشتركة بينك وبينهم. صحيح. فإن كنت أنت تذهب شمالا وهم يذهبون يمينا وكل منكما يعاكس الآخر في كل شيء، وما حدا نهج الجاهلية يعني. نعم، نهج الجاهلية بكل ما فيها من سقوط ومجافات للعقل والروح والقيم، ونهج الإسلام بكل ما فيه من انسجام مع العقل والقيم. إذن لن يقبل من المشرك من موقع عدم وجود القاسم المشترك، وحيث لا يمكن إقامة مجتمع مشترك معه، لا يقبل منه إما الإيمان أو القتل، وذلك بعدما سيطر الإسلام على المجتمع المشرك وصار في قبضته. أهل الكتاب معلوم أنه في أشياء مشتركة، وحين سالموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سالمهم، وحين عادوه حاربهم وأجلاهم عن الجزيرة العربية كليا، حيث سيبقى مجتمع اليهود بؤرة تكيد للإسلام والمسلمين، وكان جميع ذلك إجراءات في سياق الدفاع عن العقيدة والدفاع عن الإيمان. وكذلك حرب المسلمين مع الروم، سواء التي جرت في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو التي جرت بعد ذلك، وحربهم مع الفرس. فالقول الأرجح أن الفتوحات الإسلامية عدا ما فعله الخلفاء فيما بعد ممن كانوا خلفاء جور، يعني نحن نعتقد أنهم لم يكونوا أئمة عدل، وبالتالي لا نسأل عن أفعالهم، ولسنا معنيين بأن نبررها ولا أن نرى إن كانوا أصاب أم أخطأوا. كان فيها شيء من الخير للمسلمين، ورغم أنهم باءوا بإثم أنهم حاربوا ربما مجتمعات لم تكن تحاربهم، فهذا إثمه عليهم، لكنه خيره صار لنا إن حدث. لكن السياق الأساسي في الفكر الإسلامي أن الجهاد ينطلق من موقع الدفاع عن النفس، وليس من موقع إكراه الآخرين على الإيمان بالإسلام. وما دام الآخر من أهل الكتاب فبالإمكان أن تقوم معاهدة سلام بينه وبين المسلمين، بل بالإمكان أن تقوم حالة مواطنة بين المسلمين وبين أهل الكتاب في إطار عقد الذمة الذي يظن بعض المغرضين من أهل الكتاب أنه فيه انتقاص لحقوق أهل الكتاب واستصغار لشأنهم، في حين أنه في واقعه ليس كذلك. وقد أعطى الإسلام أهل الكتاب من الحرية ما لا يمكن أن يعطيه أحد له. عظيم. هلأ موضوع الجزية
هم يفهمونها يعني بسياق معين، في حين أن واقعها مختلف عن ذلك. نعم. هلأ بيبقى يعني موضوع لا إكراه في الدين، مثل ما قلنا أنه الإكراه لن يطال العقيد. صحيح. إلا إذا كان مجتمع مشرك، وبالتالي لا يمكن أن تقوم مواطنة بين الأقلية المشركة أو الأكثرية المشركة والأقلية المسلمة. وإذا حكم الإسلام فسيحكم يعني نسق مختلف تماما عن النسق الجاهلي والمشرك. نعم. يسأل سمح الشيخ عن من يموت في نصف شهر رمضان ولم يصم منه سوى يومين، وآخر عاجز عن الصيام بسبب مرض مزمن، شو حكم كلا الشخصين؟ من يعني مات في شهر رمضان ولم يصم إلا يومين، بقية الأيام مثلا نفترض فطر 10-12 يوم، أكيد بده يكون فطر بسبب المرض مثلا، وتوفي في نصفه مثلا، يقضى عنه، يقضى عنه، يقضى عنه من نعم. من باب الواجب، يعني كونه قد فاته ولم يمكنه قضاءه. هلأ في شيء بينحكى عن موضوع الفدية، يعني أنه إذا مات الإنسان في مرضه الذي لم يمكنه أن يصوم فيه، فدية ما عليه، وإنما القضاء لابد أن يقضي ما عليه. أما أنه لا يقضى عنه هذه الأيام ما بظن، لا مش مارق تحت نظري هيك شيء، لأنه مثل الصلاة، يعني لنفترض أنه واحد دخل وقت الصلاة وتوفي في الوقت، ألا نقول أنه يجب أن يصلي؟ كالمرأة الحائض التي يأتيها الحيض وقد دخل وقت الصلاة وما صلت وثبتت الصلاة عليه. فانشغلت ذمتها في الصلاة وكان يمكنها أن تصلي، وكذلك المتوفى كان يمكنه أن يصلي ولو إيماء. صحيح. هلا بالنسبة للمصلي ممكن. نعم. ولكن بالنسبة للصوم، إنه الصوم ما هو مريض، يعني السؤال الثاني سمع الشيخ بيقول وآخر عاجز عن الصوم بسبب مرض مزمن. لو كان عاجزا عن الصوم 4-5-6 سنين وما قدر يصوم، يعني ألا يسقط القضاء عنه؟ لا، القضاء لا يسقط، لا، الفدية تسقط. عفوا، قضاء شيخ. نعم. القضاء نعم، استمرار المرض. ايه. نعم، 4-5-6 سنين، ايه، يعني يسقط تواصل يسقط المرض نفسه. صحيح. من صحيح. من سنة إلى سنة. صحيح. يسقط القضاء. صحيح. طيب تثبت الفدية. نعم، هذا مختلف. ايه. عن الذي مات. نعم. ايه. صحيح. هلا مثلا الذي مات في نصف شهر رمضان بسبب نفس المرض الذي كان فيه ومات فيه ملحق، يعني ب أنا هيك عم يمكنه. أنا هيك عم شوف، ما نعم. بعرف. نعم. مش نتأكد منه إن شاء الله. مع أنه هو يعني إذا بده يكون القضاء عنه من قبل أهله، هل يجب على أهله القضاء أم لا؟ هون صارت كمان مسألتين، يعني هو يدخل تحت عنوان ما فاته لعذر. نعم. نعم. ما فاته لعذر، يعني فاته، لنفترض أنه فاته بسبب السفر شيخنا. صحيح. وتوفي وما صار عنده مجال، يعني ما امتدت به الحياة ليقضي. صحيح. حتى هل نقول أنه لا يجب القضاء عنه؟ يجب. نعم. الذي يستمر به المرض، مثل ما تفضلت وسهيت أنا عن الموضوع، من استمر به المرض على مدار العام. صح. على هذا مدار العام يسقط عنه القضاء. يسقط عنه القضاء وتثبت عليه الفدية. نعم. يعني بخصوصية أنه دار عليه العام ولم يشفى من مرضي. صحيح. هذا النص هيك. بيبقى أنه والله أنا مثلا حدا يعني صار عنده عارض ولم يتمكن أن يصوم ثم مات في نفس الشهر، يكون قد تعلق الوجوب في ذمته، إلا أن يكون هناك أمر غاب عن البال إن شاء الله. طيب هون عم أقول سمحت الشيخ، إذا تعلق الوجوب في ذمته،
يقضي عنه ولده الأكبر، يقضي عنه ولده، نفترض أنه أولاده ما قضوا عنه، هل كان بضل في ذمته هو باعتبار أنه مات في مرض، مرض لم يستطع الصوم فيه، يصير يعفى عنه مثلا ولا يؤاخذ عليه، بعفو عام يعني بصير، بصير مثلا كالأم التي يعني لا يجب على ولدها الأكبر أن يقضي عنها. نعم. فلو فرضنا أنه عليها صوم من سنين سابقة، نعم، وصادف أنها مرضت فلم تتمكن من القضاء، نعم، هلا أولادها مش واجب يقضوا عنها، وهي يمكن ما عندها مال لنفترض، ما أوسط، يعفو الله عنها. نعم يعفو. كنت أصلي حسيت أني سهيت قليلا وأنا بالركعة الرابعة، فقرأت قليلا من الفاتحة، ثم انتبهت إلى أنني في الركعة الرابعة فعدت إلى التسبيحات. ماذا علي أن أفعل؟ ما في مشكلة، ما هي فيها تقرأ الفاتحة أصلا بالركعة الثالثة أو الرابعة، يعني لو ظلت على سهوها وقرأت الفاتحة وكان ليس ذلك من نيتها، وإنما كانت يعني عادتها أن تقرأ التسبيحات، فيصح منها، يصح منها حتى لو قرأتها دون انتباه، يعني حتى لو جاءت سهوا ما بيأثر إنه والله إنه أنا سهيان وعم بقرأ الفاتحة، كالمفروض أقرأ السبحانية، ما بيأثر. إيه يعني ما انتبهت إلا أنا وخالص الفاتحة. نعم. عرفت كيف؟ في اكتفي فيها وبيمشي الحال. بل يجب أن أكتفي بها، مش إنه إنه ما بعيش مطلوب مني شيء يعني لحد. إنه موضوع إنه إجا جزء من الصلاة بدون قصد ما بيأثر، ما يعني. مش شرط. لا. مش شرط. صحيح. جدتي تصلي صلاة المغرب والعشاء والوتيرة والغفيلة ثم تصلي صلاة الليل مباشرة بعد ذلك، هل يسمح لها بذلك أو هل يقبل منها ذلك؟ يعني أن تقدم صلاة الليل على منتصف الليل، نعم، لمن يصعب عليه أن يستيقظ بعد منتصف الليل ما في مشكلة، ما في مشكلة، وبالتالي يعني لا يلزم المكلف بساعة معينة قبل منتصف الليل، يعني مدام هو بده ينام، افترض مثلا حدا مننا ببكر بده ينام الساعة 8 بيصلي العشاء وبحط راسه على المخدة، وإذا نام لا يستيقظ، بيصلي صلاة الليل بعد العشاء، ما في مشكلة. نعم. لأنه هو وقتها أن تكون بعد منتصف الليل، فحيث لا يمكنه أن يأتي بها عند منتصف الليل أو بعده، له أن يأتي بها قبل منتصف الليل في أي وقت يشاء. أصلي أو أتحمم يوم الجمعة عند الظهر وأصلي بدون وضوء، هل ذلك صحيح؟ إيه؟ يوم الجمعة قبل الظهر، نعم. نعم، يعني قبل الزوال، هو هذا الشيء اللي وارد لمن يقلد سيدنا الإمام الراحل السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه، أما إذا كانت تقلد يعني مرجعا آخر ففي المسألة خلاف، يعني بعضهم يكتفي بغسل الجمعة عن الوضوء وبعضهم لا يكتفي، يعني كان السيد يعني الخوئي رضوان الله تعالى عليه يكتفي بغسل الجمعة بدل عن الوضوء، الإمام الخميني لم يكن يكتفي بذلك، صحيح. صحيح. السيد فضل الله يكتفي بذلك، صحيح، وهكذا. نعم. وحدة كبيرة بالسن عندها أحفادها، مات زوجها وعليها العدة، هل من الممكن أن تخرج من البيت لسبب ضيقها أو تتمشى حول البيت عشان التريض؟ إيه ما في مشكلة. أساسا يعني الناس يظنون
ويبدو أنه هذا من العادات التي يعني توارثها الناس دون يعني مستند شرعي ملزم. نعم. أو قل على الأقل أنه فيها خلاف، ومن يجيز للمرأة المعتدة عدة الوفاة أن تخرج من بيتها لغير ضرورة هو يفضل في نفس الوقت أن لا تخرج، ويعقب على ذلك بأن إذا خرجت يفضل أن لا تبيت خارج منزلها. نعم. هذا الأمر عند العديد من الفقهاء ليس إلزاميا، وبالتالي لها أن تذهب إلى عملها، إلى وظيفتها، إلى شؤونها، للنزهة، للرياضة، لأي سبب من الأسباب، ولا مانع. يعني عند سيدنا الإمام الراحل ما في مشكلة، وعند آخرين ممن يعني آراءهم وفتواهم في ذهني يعني ما كان في مشكلة. لا حلو. ما هو التشهد الواجب في الصلاة؟ يعني هو بس الشهادتان لله وللرسول والصلاة على النبي وآله، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو المقدار الواجب بالتشهد. نعم. يعني سواء كان التشهد الأوسط أو التشهد الثاني الأخير. نعم. الذي يعقبه التسليم. نعم. حدا عمي بده شوية مفردات سمحت شيخ، بعد ما بعث لنا الآية بتقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إلى آخر الآية 186. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لعلهم يرشدون. عم يقول سمحت شيخ أنه مثلا ولتكملوا العدة، شو يعني ولتكملوا العدة؟ ولتكملوا العدة بالنسبة لل يعني الأيام المطلوبة من الشهر، يعني إذا كان بإطار القضاء هلا هو جيد أن نكون مع الآيات بتفاصيلها، بس على العموم يعني إكمال العدة هو إتمام الأيام المطلوبة. نعم. إما يعني الآية سمحت شيخ بتقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. واضح يعني أنه مفروض من الإنسان أن يصوم 30 يوم أو الشهر اللي هو مثلا كان 29 يوم. فإذا يعني فاته منه أيام وصام أيام فعليه أن يقضي ما فاته ليتم له صيام الشهر. نعم. إذن ليتم له صيام الشهر كامل، عدة أيام الشهر. صحيح. يعني وليست العدة بمعنى عدة الوفاة أو لأنه المقام مقام الصوم يعني صوم كلاهما عدة. طيب. يعني حتى العدة عندما تقال عدة المرأة في الطلاق أو لأن عليها أياما ينبغي أن تكملها. نعم. أن تكمل عددها. نعم. ليصح لها أن تتزوج فيما بعد. طيب. ولتكبر الله شيخنا، وين مقصود ولتكبر الله؟ هلا إما أنه تكبر الله يوم العيد، لأن صلاة العيد هي عبارة عن تكبيرات تكون في اليوم الأخير، في اليوم الأول الذي يلي إتمام العدة، لأنه بعد ما نكمل عدة الصوم سيكون هناك يوم العيد. لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. لأنه أكيد هي صلاة العيد هي نوع من تعظيم الله سبحانه وتعالى وشكر له على ما أنعم علينا. طيب. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، بأي معنى يرشدون هون جاي؟
هلا واضح إنه الإيمان هو طريق الخير وطريق الرشاد. وكلما يعني اقترن الإيمان العقلي بالسلوك المنسجم مع ذلك الإيمان، كلما أخذ الرشاد جوانبه الكاملة والتامة، وبالتالي يعني انسجمت الشخصية الإنسانية في بنائها الفكري والعقائدي الذي يملي عليها السلوك القيم والسلوك الفاضل. نعم. وبالتالي تتعاون يعني العقيدة التي ينطلق منها الإيمان والالتزام مع التشريع ليبني إنسانا مستقيما وفاضلا. بيقول شيخنا: أحيانا قليلة بداعي العمل، مثلا أقود مسافة تزيد عن 50 كيلومترا، هل تعتبر حالة سفر في نفس المدينة التي تمدد إلى أكثر من 100 كيلومتر وأقصر أو أقصر أو أفطر؟ لا لا، إذا كان بداخل المدينة لا، أو حولها يعني هو إيه نفسه أسكن في مدينة كبيرة بمشي فيها بحدود 50 كيلومتر. لا ما لا. لا يعتبر سفر ما دام لم يغادر يعني آخر البيوت منها، فينطلق بعيدا عنها مسافة السفر الشرعي لا يكون مسافرا. طيب. ومن حيث أسكن أقود إلى مدينة ثانية تبعد أيضا حوالي 50 كيلومترا، هل تعتبر أيضا حالة سفر؟ يعني مثل ما قلنا نحن، إنما يصير الإنسان مسافرا إذا حسب المسافة ما بين آخر بيوت البلدة المدينة الكبيرة، نعم، وأول بيوت البلد التي يقصدها. إذا ممكن ما يكون في يعني ممكن من بيته للمدينة الكبيرة للمدينة الثانية يكون في مسافة، بس من آخر المدينة الكبيرة للمدينة الثانية ممكن ما يكون في مسافة. بعبارة أخرى يعني المسافة الشرعية ليست بين منزل الإنسان والمنزل المقصود. نعم. يعني افترضوا قاصد سوق، قاصد بيت، قاصد مثلا حانوت، حتى ولو كان في مدينة أخرى بها الحالة. ما بيقيس المسافة بين بيته وبين المطرح اللي قاصده، بده يقيسه بين المدينتين اللتين يتواجد فيهما منزله والمدينة التي يتواجد فيها مقصده، يعني آخر المدينة التي يخرج منها وأول المدينة التي يصل إليها. فيقيس المسافة من آخر بيوت البلد الذي يسكنه إلى أول بيوت البلد الذي يذهب إليه. قديش بدها تكون مسافة شيخ؟ يعني على الأقل 22 كيلومتر ما دام قصده أن يذهب ثم يرجع. هوني اسمها التلفيقية 22 كيلومتر مسافة ملفقة، هي نعم. بالأصل يعني 44 كيلو، نعم. راح رجع يصيروا 44 إذا كان يريد أن يذهب ولا يرجع. هل نحسب الخمس في يوم الخمس على مؤونة البيت التي لم تسدد قيمتها، أي مشترات بالدين؟ لا لا، ما يشتريه من مؤنة بالدين لا يخمس، لا يخمس. الدين يبقى دين. صحيح. نعم. بيقول مولانا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بأي معنى؟ إنه الإنسان الذي يحب الخير ويحب أن يساهم بذلك الخير ينبغي أن تنطلق مساهمته فيه من موقع روح البذل التي عنده، وليس من موقع العزوف عن الشيء الذي يقدمه للآخرين. نعم. يعني فرق ما أنه أنا أعطي شيء من مالي الذي ما أزال يمكنني أن أستعمله وأحتاجه
وهو عزيز علي وأثير عندي، وبين أن يكون عندي شيء صار ستوك يعني ما عاد كرمال ما ينزع أنا بعطيه لحد. أيوة. أنا فلا أنطلق من حب البذل من المال، من موقع المال العزيز علي. فالبر أنه لن تنالوا البر، يعني لن يكون لكم الثواب المطلوب والمقصود والمراد والممتاز إلا إذا بذلتم ما تحبون. أحيانا مما تحبون يعني الإيثار. ممكن المال، ممكن النفس، ممكن يعني ممكن صحيح. يعني قصدي الجهاد، التعب وكذا، هذا ما يحبه الإنسان عادة، إنه الراحة، إنه يبذل من راحته في سبيل مساعدة الآخرين مثلاً. هذا مما يحب. صحيح. نعم صحيح. طيب بيقول لماذا لا لماذا يمهل الله الظالم ولا يأخذ بحق المظلوم فورا، وهل يستطيع المظلوم أن لا يسامح مدى عمره؟ يعني هو الآيات الكريمة عم تحكي عن هالموضوع، بعتقد في آيتين أو أكثر، إنه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولكن إذا كله بده يفرموا معناته ما بيضل حد. كلنا ظالمين بعضنا، ما رح يفرمنا كلنا سعد. يعني حيف أظلمك ما أنت بتكون ظالم واحد تاني، لا بيبقى أنا لا بيبقى التاني. لذلك يعني أجل الحساب، وترك ربنا بلطفه ورحمته فرصة لنا لنتراجع عن الخطأ. وهذا من الألطاف الإلهية. صحيح أنه أنا هلأ ارتكبت خطأ بظلم شخص معين، لكن ذلك لا يعني أنه والله أنا خلص انقطع الرجاء مني ولن أرجع إلى الخير. الله تعالى يبقي الأمل بأن يعود عبده إليه ويتوب عما أخطأ، ويفرح ربنا سبحانه وتعالى بتوبة العبد كما يفرح أحدكم بالضالة يجدها. والضالة هي الدابة التي تضيع ويفقدها الإنسان. وطبعا قديما كان إلى قيمة، يعني واحد عنده حصان مثلا يستخدمه لركوبه، وأصلا هو ثمين وليس في كل وقت يمكنه. فإذا ضاعت هذه الدابة ثم بعد معاناة في البحث وما أشبه وجدها، كم يفرح بها؟ يقول إن الله يفرح بتوبة العبد كما يفرح أحدنا بالضالة يجده. فإذا هذا من الألطاف، فإذا من الألطاف الإلهية الإله سبحان الله. هلأ يمكن نحن كبشر لو بصح لنا نعمل العمايل بمن يعتدي علينا ويظلمنا، ولا ندع فرصة للمسامحة ويعني التودد إليه ومحاولة أن يرجع عن خطئه. للأسف نحن الناس ما عندنا هالروحية هاي، بينما الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لأن ينتقم منا، ولا يزعجه أن نعصيه إلا بقدر ما في المعصية من إزعاج لنا لأنفسنا. وأن لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاع. لذلك يعطينا الفرص، والفرص بعد الفرص، يعني الفرص بعد الفرص. لعل المتخاصمين اليوم المظلوم والظالم بكرة يكونوا حبايب. يعني فما في داعي نروحهم يعني. صحيح. نعم. يعني إذا كان في سلطة والسلطة تريد أن تشيع العدل من يثبت عليه الحد تقيم الحد مباشرة، نعم، وذلك من أجل سلامة الآخرين وليس من أجل تعجيل العقوب. نعم. ما هو الفرق شيخنا ما بين يهودي
وصهيوني، وهل الدين اليهودي هو أقرب للإسلام أم إلى المسيحية؟ يعني بالواقع أنه الديانة اليهودية بالأصل هي عبارة عن عقيدة وشريعة، نعم، كما الإسلام هو عقيدة وشريعة. نعم. الديانة المسيحية لم تأتي في قبال اليهودية، وإنما جاءت في سياق الديانة اليهودية، وجاءت تصحيحا لبعض أحكامها ونسخا لها. أحكام اليهودية، إيه هو الله تعالى يعني قال هيك، مش أنه نحن عم نستنتج، أنه لما حكى عن بعثة عيسى قال لهم يا بني إن يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، نعم، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا يعني أنه الديانة المسيحية جاءت وهي تتبنى ما في الديانة اليهودية من شرائع وأفكار. وفي آية أخرى يقول عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أنا ما جيتكم بشريعة جديدة. وفي تعبير الإنجيل عندهم هني بيقول ما جئت لأنقض الناموس، مقصود بالناموس الشريعة اليهودية، وإنما لأتم وأصحح. فيعني الديانة المسيحية أشبه بحركة تصحيحية في اليهودي، ويمكن القول أنه للعالمين منذ آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بعث الله ديانتان، بعث الله ديانتين كاملتين، الديانة اليهودية وفي ضمنها الديانة المسيحية والإسلام، وقد جاء الإسلام ناسخا للديانة اليهودية وطالبا من أهل الكتاب جميعا وخصوصا اليهود أن يؤمنوا بالإسلام وينضوا تحت لوائه. هلأ الصهيونية هي حركة سياسية، يعني أشبه بحزب سياسي لليهود لتحقيق مطامع دنيوية معينة. الصهيونية حركة سياسية. سياسية. وإلا في يهود كتير ليسوا صهاينة. في يهود صهاينة ويهود غير صهاينة. نعم، وهو كما في كتير من الناس، نعم، يعني ممكن مسلمين صهاينة، مسيحيين صهاينة، أي حدا صهاينة. نعم. يعني ينضوون تحت الصهيونية كحزب سياسي. نعم. وليسوا دين. يعني بعبارة أخرى الصهيونية تكتل لمجموعة من اليهود لهم أهداف سياسية أرادوا تحقيقها، وكان أن أمكنهم تحقيقها بفلسطين من خلال الدعم البريطاني. والصهيونية مثلها مثل أي حزب آخر في أي بلد عربي تعمل لصالح البلد أو صالح المجتمع، أو يعني ترفع راية أنها تعمل لصالح المجتمع. نعم. كيف أقضي صلاتي وأنا مسافر؟ يقضيها كما فاتته، يعني إذا كان قد فاته وهو في بلده صلوات يقضيها حين سفره تامة، لأنه فاتته، على قاعدة يعني اقضي ما فات كما فات وليس كما أنت حين تريد القضاء. بتكون مسافر ما بتكون مسافر تلحظ انه شو فاتتك صلاة الظهر تامة، اذا تقضيها تامة ولو كنت مسافر. ولو فاتته بالسفر وكان رجع على بيته بيقضيها قصر رغم انه رجع على بيته. نعم. الركعة الثالثة من صلاة الظهر او العصر، هل يجوز القول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة؟
على رأي مولانا الإمام الراحل، نعم، ورأي كثيرين، يعني يبدو قليل من يقول بوجوبها ثلاثا. بيقدر، وبيقدر يقول الفاتحة بدون ما يقول ذكر التسبيحات. الفاتحة بتكون بديلة عن إخفاة بدون صورة. نعم نعم. لأي ساعة بقدر صلي المغرب والعشاء؟ إذا كنت مريضة ونمت وفقت الساعة 12 لربع وتذكرت أنه ما صليت المغرب والعشاء فصليتهم أداء واجبا. بيمشي الحال. يعني يمتد وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر للمضطر، فإذا استيقظت ولو بعد الساعة 12، يعني هلأ تقريبا منتصف الليل الساعة 12 تقريبا على التوقيت الصيفي. نعم. أنه عم يعني الفجر شيء الساعة 4 يعني 12 إلا، نعم، إلا شوي إلا، نعم، 10 تقريبا. أنه بهالحدود. فلو يعني كان الإنسان مضطر وما قدر بيصليهم بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر وينويها أداء. هلأ ما بين الأداء، الأداء يقابله قضاء، القضاء و... نعم. ولا يعني الواجب هو ما له عليه أنه صليها واجب ولا ولا واجب. ولا قضاء. صحيح. ما هي كلاهما هن الناس. نعم. بتستعمل. نعم. كلمة الواجب. نعم. للأداء يعني. بيقول شيخنا شو هو الكساء اليماني، وعم يقول ما هو فضل قراءته، يعني هل يقرأ الكساء اليماني أو لا؟ ما الكساء اليماني هو عبارة عن ثوب، يعني عباية، يعني ثوب أشبه بالعباية أو يعني كأنه غطاء أو أنه شيء يلبس ويتغطى به. نعم. يعني مثل مثلا عباية الصوف السميكي يلبسها إن احتاجها ويتغطى بها أيضا إذا أراد. يماني هو نسبة لليمن، يعني يبدو أنه كان في نسيج له أهميته وكانت بلاد اليمن مشهورة فيه فكان ينسب إليها، مثل الحل اليمنية أو الحبرة مثلا. إذن هو لا يقرأ الكساء نفسه، إنما يقرأ حديث الكساء عادة. هناك شيء اسمه حديث الكساء. الحقيقة الذي يعني يقرأ والناس عم تقرأ هو حديث الكساء المطول الذي ورد في رواية ضعيفة السند. نعم. ولم يعني يعني لم يذكر أساسا بكتاب مفاتيح الجنان، وإنما ألحق به، يعني الله يرحمه الشيخ عباس القمي مؤلف كتاب مفاتيح الجنان لم يذكر حديث الكساء المطول، إجا وإنما بعدين. من طبع الكتاب ألحقه به. وأما حديث الكساء المختصر فهو المروي وهو ذو السند الصحيح. نعم. في أي صلاة يمكن للمرأة الجهر بها إذا كانت في بيتها؟ في بيتها أو خارج بيتها ما في إشكال، يعني أن يسمع الرجل صوت المرأة على رأي مولانا على الأقل يعني والسيد الخوئي ما كان في مشكلة، ومعلوم يعني أن المرأة مخيرة بين أن تجهر بصلاتها أو أن تخافت بها، ولا يشترطون لهذا التخيير أن لا يكون ثمة أجنبي يسمع صوتها. ربما بعض الفقهاء يوجب ذلك لكنه آخرون لا يوجب. شو هي الصلاة الجهرية عند المرأة؟ جهرية الصبح، صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء. يعني الصلاة الجهرية عند الرجل نفسها؟ هي نفسها. غايته تتخير المرأة فيها بين أن تخفت وبين أن تجهر، والمقصود بالجهر الجهر بالقراءة وليس بالأمور الباقية. الأمور الباقية يعني ذكر الركوع ذكر السجود. القراءة يعني فاتحة وسورة بس؟ نعم، الفاتحة والسورة. وأما الركعتان الثالثة والرابعة اللتين يقال بهما ذكر التسبيحات فإنه على الجميع أن يخفتوا فيها رجالاً ونساء. وفي جميع بنحو الوجوب. وفي جميع الصلوات.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ محسن عطوي بنهاية لقائنا اليوم. شكرا جزيلا أعزائنا، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.